ناخذ طبعا اراء الشيفات باخر حلقه، وايضا باداء المشتركين الثلاث. ابدي منك شيف عرفان، تفضل. اول شيء احب اهني كل الكادر اللي موجود هنا، الشيفات اللي وياي، البرنامج اللي سويته للشباب العراقي او الطاهي العراقي بدعم ذاتي. هذا نادرا ما نلاقي بقنوات كبرى، قنوات قادره على انتاج 10 برامج من هاي، لكن ما تكون تعير اي اهتمام للشباب. هذا اول شيء، انه انا اشكر قناه بابلون اللي اتاحت الفرصه لنا ومنحتنا وسام شرف انه نشترك بهذا البرنامج. ثانيا الحنين او مصطفى، المرحله اللي وصلوها مو سهله، يعني من 1400 الى 30 الى تصفيات هوايه، الى تعب، الى سهر، الى شغل، تدريبات هوايه، ويمكن كنت فال خير عليك اليوم. انا من سوينا عليك وطبخنا للشرف طبعا، واتشرف بيك والله يوفقك، وكذلك مصطفى وحنين حظ اوفر بالايام القادمه، ويا رب كل التوفيق، وان شاء الله النسخه الثانيه تكون بنفس الجوده ونفس النجاح. شكرا لك شيف. شكرا شيف عمر، شنو رايك اليوم باداء المشتركين وبفوز عمر اللي هو كان ايضا من فريقك؟ تفضل. يعني اولا احب اهني عمر، اخذها بمجهوده ويستاهل، مو معناه انه دكتوره حنين ما تستاهل، بالعكس بالتاكيد والله العظيم يعني يستاهلون ثلاثتهم، بس هي هاي الحياه، لازم اكو بيها فائز، لازم اكو بكل مسابقه فائز واحد. اداهم كان كلش رائع وكلش يعني كانت صعوبه انه نطلع الفائز الاول، بس يعني اكو افضليه معينه رشحت عمر، وشكرا جزيلا، وشكرا جزيلا جدا الى قناه بابلون والى استاذ سلوان، اللي يعني هم ايش قد يعانون من المفاجآت، احنا الحمد لله والشكر خلف الكواليس عانينا من المفاجآت على طول البرنامج، بس شكرا جزيلا له ولكل كادر بابلون، وربي يوفقهم وان شاء الله من افضل الى افضل. تاي المفاجآت كلها كانت لصالح الجميع طبعا، وطبعا شكرا جزيلا لك لان تقديمك الرائع. شكرا لك، نطانا فد حافز يعني.